في أخ سائل دكتور بيسأل، بيقول الدولة بتعرض بعض الأراضي للمواطنين بالنظام التقسيط، وبتخلي البنك هو المشرف أو القائم على عملية التحصيل والاستلام الأقساط أو تحديد غرامات التأخير أو الشروط الجزائية، يعني البنك بيدخل طرف ثالث في العقد يعني. فالأخ بيسأل بيقول لو أنا تقدمت في هذه القرعة أو هذا التقديم، يعني هل يبقى علي ذنب بهذا الأمر بسبب وجود البنك في هذه المعاملة أم لا؟ لا، هو سؤال، انت تعاملك مع مين؟ تعامل السائل مع مين؟ هو شاري من الدولة ولكن البنك طرف في العقد. طيب يعني بيسدد للدولة ولا للبنك؟ هو حسب كلامه لا، بيسدد للبنك، بيقول البنك هو المشرف والقائم على عملية التحصيل، فالبنك هو اللي بيحصل فلوس. طيب هل المعاملة من الأساس فيها فايدة؟ نص على كده في السؤال؟ لا، ما جابش سيرة فايدة خالص دكتور في السؤال. طيب معامله من الاساس سيره غرامات التاخير، يعني تحديد غرامات التاخير وكده. كم بيعمل دلوقتي غرامه التاخير؟ كان الاصل ما دام ما فيش فايده محرمه ودخل واشتغل وبعدين حطوا غرامه، يبقى طبيعي في اي مكان غصب عنه مجبر عليه، يبقى يدخل ان هو بالحلال ده وانه لن يتاخر حتى لا يكون عليه غرامه التاخير. ايوه، ينوي ذلك، فاذا وقع مضطرا لا باس، يعني فلا حرج عليه، لكن الاصل لا ادخل معامله من البدايه فيها محرم، انما طرأ علي المحرم بضرورة غصبا عني، يبقى ساعتها لا إثم علي، فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي. إنما الأول يسأل عن أول المعاملة، دخلها وهي حلال مباحة ولا دخلها عليها هذا المحرم، المحرم من البداية أثم لو دخلها.